احنا مين حضرتك؟ ثابت سعد ابو شعب. وانت يا ستي؟ مريم مهر ناصيح. انتوا هتاخدوا قرض من جمعيه بيلد لاف اند هوب او نبني الحب والامل، عشان انتوا هنا عاملين زي دكان. ايوه. والشباك ده بتبيعوا منه عشان ما نخشش في مشاكل مع حد، يعني بحس ان الشباك يبقى يعني حيش لو شاب جاي مش كويس بتاع، عشان ظروف هنا كده. عشان ايه ومالها عينيه؟ عيني ده رايحة خالص، عشان خدت كان في الأول خدت حقنة غلط فضيعت عيني. ضيعت عيني. عنده فصل في الشبكية ومية زرقاء ومية بيضة و ما بيشوفش خالص بيها خالص؟ لا نهائي. ما بتشوفش نهائي. لا ألف سلامة ليك. طب احنا هندي لك القرض ب 2000 جنيه، أنت عايز 2000 مش كده؟ وبعدين هتدفع كام في الشهر؟ 100 جنيه. هتدفعوا فوايد؟ لا. طيب ما تاخدش فوايد من حد؟ وربنا يكون معاك ويشفيك. عايز اي حاجة؟ عايزين صلواتكم حبيتكم لينا بس. لا ده انت اللي تصلي لنا، انت بركة كبيرة انت والمدام، وربنا يوفقكم. ده انتوا عايزين تكتروا شوية البضاعة او الحاجة. ايوه حاجات هنا برضه حاطين رز ومكرونة. رز ومكرونة وشعرية وفاصوليا عدس حاجات من دي. عشان نخفف الفلوس اللي علينا عند بتوع الجملة، لان بيتحكموا فينا لما يبقى لهم عندنا فلوس كتيرة، فما يتحكموا فينا. يعني اقول لك يعني عايز يديك الاسعار اغلى، وفي نفس الوقت لو جبت من اي حد تاني يجي يقول لك هات الفلوس اللي عليك، فدي برضه بتبقى ضغوط علينا يعني. طيب انت هتدي له بقى ال2000 تخلص اللي عليك وتبتدي تاخد؟ يعني عشان تدي له انت. الله بركاته. ربنا يكون معاك. الله يخليك. مش عايز حاجه طيب؟ لا الله يخليك. ماشي، الف سلامه ليك. الله يسلمك.